الأستاذ الدكتور محمد وهدان والأستاذ الإعلام جامعة الأزهر، اللقاء الأسبوعي مع الدكتور وهدان. الدكتور وهدان النهاردة سيتكلم عن مكانة مصر في القرآن الكريم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا، وأسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية الأمن والأمان والتوفيق والسداد والفلاح والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب دكتور، طبعا الأول عايز أقول لك مبروك على الجاكيت الأول، بس يعني والله الحمد لله الذي سترني بهذا من غير حول مني ولا قوة. طيب يعني انت كل حاجة هتاخدها اليمة الثانية. أما لا، طب أنا أعمل إيه يعني؟ ما أنا بشكر فضل الله الذي كسانا بهذا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم ذكر مصر في خمس مواضع، في خمس مواضع صريحة صريحة يعني بالاسم، 28 موضع بالتلميح. طيب ده جزء. الجزء الثاني ان انبياء الله يعني سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا ابراهيم، سيدنا يوسف، انبياء الله يعني ايه، وسيدنا يعقوب، الكثير منهم من هو مر في مصر او قضى في مصر او جوز من مصر. المهم يعني الاهم من ده ومن ده وقبل ده ومن ده وكل ده، ربنا بقى سبحانه وتعالى تجلى بصوته ونوره على ارض مصر. ده ما انا خايف بس نتكلم، نقول لما نقول مصر في معيه الله ومصر محميه باذن الله، احنا نركن الى هذا. وطبعا حتى لما بنركن ربنا بيفوقنا، بيني وبينك احنا في السعاده نبقى يعني بدليل. يعني تعالى قبل 30 يونيو بحاجه بسيطه كده، خدت بالك في البلاله كله، انما ربنا سبحانه وتعالى بيجي في وقت معين يؤلف بين قلوب البشر، بيتعمل حاجه، انما دي بتبقى الاسباب انها تبقى مشيئه الله ان تحفظ مصر. لان اللي حصل في 30 يونيو هو حفظ مصر من مؤامره كانت خلاص انتهت. 5 يوليو كان في اعلان الولايه الاسلاميه في سيناء، 5 يوليو كان الفرق 5-6 ايام، هو مش الشعب يطلع يبوظ ده. يعني انا عايز اقول اسباب، يا ريت احنا بقى نبقى مطمنين ان مصر في معيه الله، بس الاهم من ده كله ان احنا نبقى عندنا استعداد ان احنا نحافظ على النعمه اللي ربنا مديها لنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه الملك ملكه والأمر أمره، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه يقول في الحديث القدسي في معرض امتنانه علينا: وجعلت لك في بطن أمك متكئين، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، أما الذي عن يمينك فهو الكبد، وأما الذي عن شمالك فهو الطحال، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ فلما حان موعد خروجك من بطن أمك أمرت الملاك الموكل بذلك فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا لك يد تبطش بها، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ فلما كبر سنك واشتد عودك وقوي عظمك بارستني بالمعاصي، ومع ذلك فإن عدت إلي فأنا حبيبك، وإن رجعت إلي فأنا طبيبك، لأنني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أستاذ إبراهيم، عايز أقرر لك في البداية أن الله سبحانه وتعالى لم يؤمن إلا مكانين في العالم. ربنا سبحانه وتعالى بنص القرآن ما أمنش إلا مكانين فقط في العالم. المكان الأول البيت الحرام، ربنا قال لنا إيه؟ ومن دخله آمن كان آمنا، أمن الله البيت الحرام. المكان الثاني الذي أمنه الله سبحانه وتعالى وشاء من شاء وأبى من أبى، هو مصر المحروسة، هو مصر الغالية. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لم يؤمن الله
محافظة واحدة في مصر، ولكن أمن الله مصر بطولها وعرضها. علما بعد مؤاخذة بس، إن مصر حدودها من ساعة ما اتعملت ولغاية يوم الدين لا زادت ولا خست. نعم كما هي. مصر من أسوان إلى الإسكندرية، مصر من السلوم إلى لا من شلاتين وحلب شلاتين إلى 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 أقصى مكان فيها، من أقصى الجنوب لأقصى الجنوب لأقصى الشمال. فمصر مؤمنة بطولها وعرضها بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا أمن مصر تحديدا وذكرها الله سبحانه وتعالى تحديدا في القرآن العظيم 5 مرات صراحة وثمانية وأكثر من 28 مرة بالتلميح؟ ليه؟ نظرا لمكانة هذا البلد، لأن مصر أستاذ إبراهيم في رباط إلى يوم القيامة. لأن مصر ربنا أمنها ليه؟ لأن مصر هي أول بلد في التاريخ كله. مصر مأخوذة من مصرايم. مين مصرايم ده؟ ابن نوح عليه السلام سميت مصر نسبة إليه. مصر العظيمة البلد الوحيد التي مشى عليها نبيين في وقت واحد، سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام. مصر العظيمة التي زارها يعقوب عليه السلام والأصباط. مصر العظيمة التي عاش فيها يوسف الصديق عليه السلام. مصر العظيمة التي نبئ فيها سيدنا أخنوخ عليه السلام أو سيدنا إدريس عليه السلام الذي مدحه الله في القرآن العظيم وقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. مصر العظيمة التي عندما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فتحها بعث برسالة إلى سيدنا عمر بن الخطاب، أنا الآن على مشارف مصر فأرسل لي جنودا، عدد من الجنود عشان دخلت مصر خلاص عديت المساعيد أو البلد اسمها المساعيد اللي في سيناء اللي في العريش يعني. العريش يعني ويسمد المساعيد عشان خاطر هو قال له المساعيد. فلما تجاوزها قال له بعت لي جند وانتظر. بعت له في اليوم التالي عمر بن الخطاب جندي واحد فقط. هو مين بقى يا استاذ ابراهيم؟ بعت له جندي واحد اسمه القعقاع ابن عمرو التميمي. هذا القعقاع سيدي القعقاع مدفون في مدينة المنزلة دقهلية. بعت له سيدي القعقاع ابن عمرو التميمي. فسيدنا طبعا فسيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر بعت رسالة تاني لسيدنا عمر، يا عمر بقى أنا يعني بقول لك ابعت لي مدد، تبعت لي جندي واحد؟ قال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو التميمي. وبالفعل أراد الله سبحانه وتعالى بمصر خيرا وتم فتحها على يد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر العظيمة التي عاش فيها لقمان الحكيم الذي مدحه الله في القرآن العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في حقه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. مصر العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أول بلد في العالم تعرف الاتيكيت أو ما يسمى بفن المعاملة. يقول لك الاتيكيت الغربي انك تاكل بالشوكه والسكينه وتاكل مش عارف ايه، والاتيكيت الخاص بالافراح والاتيكيت الخاص باللبس، القميص ده يمشي مع القميص ده، التسريحه اللي تمشي مع مش عارف ايه. مصر اول بلد عرفت هذا. اقرا معي القران انت وكل الساده المشاهدين. القران بيقول لنا ايه عن امراه العزيز؟ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن إيه؟ سكينة. يعني المصريين من أيام الفراعنة كانوا بيعرفوا الشوكة والسكينة. يعني المصريين بلد العظيم ده اللي احنا عايشين فيه ده اللي احنا دلوقتي مش عارفين قيمته اللي البعض بيحاول هدمه الآن للأسف الشديد لمصلحة أعداء الأمة، هذا البلد هو أول من عرف فن الاتيكيت في العالم، هو أول بلد أستاذ إبراهيم علم الدنيا. لكن أنا بطمن كل المصريين اللي سامعيني وأقول لهم والله 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 إن هذا البلد سيظل وأهله في رباط إلى يوم القيامة شاء من شاء وأبى من أبى. ليه؟ لأن هذا وعد. وعد من مين؟ وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعد رسول الله من وعد الله،
ووعد الله سبحانه وتعالى حق. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله عز وجل سوف يفتح عليكم مصر من بعدي فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وفي رباط شهدت لهم السماء قبل أن تشهد لهم الأرض فإنهم خير أجناد الأرض. سيدنا بكر الصديق لم يسكت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يا رسول الله، لما ذلك؟ لمصر وأهلها إلى يوم القيامة. قال لأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. يعني إيه رباط يا أستاذ إبراهيم؟ يعني مصر ستظل دولة إلى أن تقوم الساعة، لن تزول عنها أبدا صفة الدولة منذ أيام مصرايم ابن نوح إلى أن تقوم الساعة. تظل مصر دولة، ودولة عظيمة، ودولة محورية، ودولة زي ما قال جمال حمدان زمان عبقرية المكان وعبقرية الزمان، ودولة عظيمة جدا. فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. وبص حوالينا يا أستاذ إبراهيم هنلاقي كثير من الدول اللي قسمت تعرضت لظروف صعبة جدا، ومع ذلك الحمد لله مصر بخير إن شاء الله. بس إحنا نعمل نتعرض لمحن، نتعرض لأزمات، وأي أزمة مصر مرت عبر تاريخها لكل الناس بأزمات كتير قوي، وأكتر أزمة تقعد فيها 7 سنين قال تزرعه. وكل أزماتنا القرآن حلها، كل أزمات المصريين تحديدا القرآن حلها. أي أزمة في مصر إحنا من سنة كام 2011 على 2017 السنة الجاية إن شاء الله تنتهي كل هذه الأزمات. ليه؟ كل أزمات مصر لا تزيد أبدا عن 7 سنين، والقرآن قال لنا كده. تعرضت مصر لمثل هذه الأزمة أيام يوسف الصديق، وربنا بعت الحل لسيدنا يوسف، قال له إيه في القرآن؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. يعني إذن إيه الحل؟ ما قالوش ازرعوا، لا، قال له تزرعون. عارف تزرعون يعني إيه؟ الفعل المضارعي الذي يدل على التجدد والاستمرار. يبقى احنا علاجنا وحل مشاكلنا يكون في الزراعة، يعني احنا نزرع ونحل مشاكل الفلاح ونحل مشاكل البلد ونشتغل من أجل هذا البلد. إن سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيقول جملة حكيمة قوي محتاجين نقولها ومحتاجين نتعلمها كلنا، لما قال لك إذا كان غداك من فاسك هيبقى قرارك من راسك. فاحنا محتاجين نبطل بقى جدل، ونبطل كمان يا أستاذ إبراهيم جدا السوشيال ميديا التي يعني أنا الناس مفكرة إن ما يكتبوا كلام وإشاعات ده إن ده كلام عادي، لا، ده حرام. ربنا قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا ما قالناش ما يلفظ من جملات مفيدة حتى، لا، ده قال لنا يا جماعة ما يلفظ من قول، يعني كل ما نقوله يا أستاذ إبراهيم تسجله علينا الملائكة بالصوت والصورة وتصعد بأعمالنا تامة صحيحة الله سبحانه وتعالى. مصر العظيمة ستظل في أمان الله وفي رعاية الله، لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما بعت عمرو بن العاص وفتح مصر، فسيدنا عمر اشتكى له قال له الحق، المصريين كل سنة بدوروا على بنت جميلة، أجمل بنت مصرية، ويلقون بها في النيل أيام وفاء النيل، في عيد وفاء النيل. إذا ما عملوش كده يظن المصريون حاجة غريبة جدا إن النيل مش هيفوض عليهم. وبالفعل ما وقف السنة دي وما فيش مية جت، والدنيا صعبة جدا وظروف صعبة في مصر، والنيل ما عادش، والنيل ده أصلا نهر من الجنة، نعمة عظيمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على مصر، وستظل هكذا إلى أن تقوم الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب عمل إيه؟ قالوا الحق بدوروا على أجمل فتاة ويرموها في النيل عشان اللي يفوض عليهم. سيدنا عمر كتب رسالة وأمر عبد بن العاص أن يلقي بها في النيل. ايه اللي حصل يا استاذ ابراهيم؟ الرساله فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر. بعت للنيل رساله. شوف الناس زمان، شوف الناس المؤمنه، شوف الناس اللي عارفه ربنا، شوف الناس اللي بتعتمد على الله، شوف الناس اللي قلوبها نقيه، شوف الناس اللي قلوبها بيضه، شوف الناس زي ما قال لك كده ان لله عز وجل عبادا إذا رفعوا حواجبهم قضيت حوائجهم، بل إن لله عز وجل عبادا تقضى حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم، بل إن لله عز وجل عبادا إذا أرادوا أراد الله سبحانه وتعالى. يقولوا يا رب اعمل لهم. سيدنا عمر بعت الجواب قال له أما بعد فينيل مصر.
إن كنت تجري بأمرك فلسنا في حاجة إلى مائك. إذا كنت بتجري بأمرك فلسنا في حاجة إلى مائك. وإن كنت تجري بأمر الله فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجريك. وقال لهم ارموا الرسالة دي في النيل في منطقة المنيل وسطات الحتة وسطات المنيل عند المنيل كده. ألقوا الرسالة دي في النيل الصبح فاض النيل عدد من الأضرع وما اشتكى المصريون من قلة المياه أو ندرتها ولن يشكون بإذن الله سبحانه وتعالى إلا أن تقوم الساعة. وربنا ورانا طلاقة قدرته لما جت أثيوبيا عملت السد وعملت لنا شوية مشاكل وما إلى ذلك وإحنا خايفين. ربنا أنعم علينا بإيه السنة دي؟ بإيه؟ شوف السيول اللي نزلت قد إيه؟ شوف البحيرة فيها مية قد إيه؟ فربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا ما بيخلقش حد وينساه. ربنا ما بينساش المشركين والكفرة والملحدين وعبال الدنيا. هينسى المصريين، هينسى أهل مصر اللي إيمانهم إيمان فطري، أهل مصر اللي أحبوا آل البيت وساروا على مذهب أهل السنة والجماعة، أهل مصر اللي هم عملوا اللي صنعوا الحضارة للدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. مصر العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يا أستاذنا لما أراد أن يختار لإبراهيم زوجة تعمر الدنيا اختار له ست مصرية. تحية لكل ست مصرية شايفانا دلوقتي. ست المصرية أستاذ إبراهيم ست عظيمة وست رائعة وست حمالة أسية. فأنا بوجه لها خير برنامجك ده تحية. تحية ليه؟ لأن ربنا اصطفاها. هتقول لي إزاي؟ هقول لك السيدة هاجر المصرية اللي اتولدت في الفارما. الفارما دي في حتة من أعمال محافظة بورسعيد الآن اللي حاكم مصر ادها لسيدنا إبراهيم وصار لما زاروا مصر وأنجبت له إسماعيل وخدها وراح بها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم في واد غير. هو ما سألناش نفسنا كمصريين هو ليه ربنا سارة زوجة إبراهيم كانت ثاني أجمل امرأة في الكون. أجمل امرأة في الكون حواء، ثاني أجمل امرأة في الكون هي سارة. ربنا اختار له ما قالوش خد معاك سارة، لا قال له خد معاك ستة مصرية، خد معاك هاجر المصري. ليه؟ أصلها حمالة أسيل، أصلها بتستحمل، أصل جوزها ست المصرية جوزها يديها 100 جنيه بتمشي الدنيا، 50 جنيه بتمشي الدنيا، 10 جنيه بتجيب له شوية فول وطعمية وتمشي الدنيا واحمد ربنا سبحانه وتعالى. فهي ست المصرية هي أفضل ست في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ده مش أنا اللي بقول كده، ده ربنا اللي بقول كده والقرآن اللي بقول كده والتاريخ اللي بقول كده. على اساس ايه؟ ان السيده هاجر المصريه وجوزها بقى سابها في واد غير زرع ومعاها ابنها. تخيلوا بقى لو واحده مصريه، لو اي واحده في الدنيا جوزها سابها ومعاها ابنها الصغير، هتقول له انت ده انت فضيه، ده ازاي يا راجل ما عندكش قلب تسيبني مرميه كده، ده انت ما عندكش مروءه ولا عندك ولا عندك وتبهدله. لكن انظر الى الست المصريه العظيمه حماله الاسيه هاجر المصريه عملت ايه؟ عملت حاجه عظيمه جدا. سالته بتلتمس له أعذار كمان، هو ماشي وسابها. قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو ربنا أمرك بكده؟ قال لها نعم أمرني نعم. قالت له إيه بقى؟ قالت له جملة عظيمة قوي يا ريت كل المصريين ياخدوا بالهم منها اللي شايفيني دلوقتي. قالت له إيه؟ إذن لن يضيعنا. ربنا ما بيخلقش حد وينساه، ربنا بيرزق الجميع. فإحنا لازم كمصريين نثق في وعد الله، نواجه أزمات، نواجه مشاكل، نواجه نواجه نواجه، لكن الحمد لله الحمد لله والشكر لله على الأقل يا سيدي نحن نمشي مطمئنين آمنين الساعة 3 4 الساعة 3 الفجر والساعة 5 الفجر والساعة 11 بالليل والساعة 1 بالليل نمشي مطمئنين آمنين في هذا البلد. وهذه من أجل النعم اللي لازم نشكر ربنا عليها كمصريين بنعمة الأمن. ربنا قال في القرآن الذي أطعمه من جوع وأمنهم من خوف. وقال لنا في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مصر العظيمة دي اللي تبركت بالسيدة البتول الطاهرة مريم وسيدنا عيسى عليه السلام عندما جاء إلى مصر. وأقول جاء سيدنا عيسى ومريم. وما جاء ليه بقى؟ ما كان فيه جاء هربا لأمان مصر. ما راحوش حتة تانية. لا ما راحوش حتة تانية. هربا وجاءوا رحلة المقدسة المعروفة اللي وصلوا فيها إلى بعد أسيوط. لما تعرف مؤامرة عشان قتل السيد المسيح فخلاص هنحنين فين؟ قال روح مصر. ومكث فيها عيسى عليه السلام 7 سنوات كاملة. راح مصر بقى مرة 7 سنوات كاملة وهو يعيش في مصر. ونجاه الله سبحانه وتعالى وحفظه الله سبحانه وتعالى.
يعني لو قاعد اقول لك يا استاذ ابراهيم يعني مصر العظيمه ايضا اخر حاجه هقولها معلش سامحني لازم اقولها مصر العظيمه ايضا هي التي عاشت فيها اسيه بنت مزاحم اللي زوجت فرعون اللي شوف الست العظيمه جدا اللي لما جت في اللحظات الاخيره ودعت ربنا اخر كلام قالته قبل ما تلقى الله في اللحظات الاخيره قالت له ايه؟ قالت ربنا رب ابني لي عندك بيتا في الجنه الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رحمه الله عليها. قالت ايه بقى؟ قالت كلام جميل ربي قالت لي رب ابني لي عندك. انا في نفسي حاجه من كلمه عندك دي كنت ارجو منها تقول مثلا رب ابني لي مع موسى قصرا في الجنه، هي اللي ربت موسى وانقذته من الغرق وانقذته من الموت وانقذ حاجات كتير جدا. كان ممكن تقول له يا رب ابني لي مع موسى قصر في الجنه، انا اللي مربياه وانا اللي وقفت جنبه. لكن ما اختارتش موسى ولا اختارت حد من البشر ولا اختارت حد من البني ادمين، ولكنها اختارت مين يا استاذ ابراهيم؟ اختارت الحق، اختارت الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عباس رضي الله عنهما عندما يقرأ هذه الآية رب ابني لي عندك بيتا في الجنة كان يقول رحم الله آسية بنت مزاحم، اختارت الحق قبل الخلق واختارت الجار قبل الضار. احنا بقى كمصريين لازم نختار الحق قبل الخلق، لازم نرضي ربنا سبحانه وتعالى، ومن رضا الله سبحانه وتعالى أن نحب هذا البلد، ومن رضا ربنا سبحانه وتعالى أن نعمل من أجل هذا البلد، ومن رضا ربنا سبحانه وتعالى أن نثق في وعد الله، وإن ما فيش حد بيموت بينام جعان، وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي حاجتين أجلها ورزقها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس في كل شيء، لكنهم ما اختلفوش على حاجتين، أنه لا رازق إلا الله وأنه لا محي ولا مميت إلا الله. يعني يا أستاذ إبراهيم ما حدش حيموت لا ناقص عمر ولا حد حيموت ناقص رزق. والله والله إحنا فعلا في الحقيقة مصريين مش عارفين قيمة هذا البلد، يعني تتعرض البلاد لضغوط وتتعرض لمشاكل وتتعرض لمؤامرات، لكن علينا أن نشكر فضل الله سبحانه وتعالى أن إحنا على الأقل الآن ننعم بنعمة الأمن والأمان. الحمد لله محدش بينام جعان، لكن علينا أن نشكر فضل الله سبحانه وتعالى ونعمل ونجد من أجل هذا البلد. بتواجهنا ظروف صعبة، لكن علينا أن نلجأ إلى الله وأن نستعين ونشتغل كمان على فلوس صعبة نشتغل صحيح. وعلينا ولما تبقى في ظروف صعبة ما نستهلكش كتير، ولما يبقى في ظروف صعبة مش ضروري الحاجات المستوردة والكلام ده كله، ونستغنى عن الكماليات يعني في حاجات كتير نقدر نعملها. انت عندك رسائل كتير النهارده. ذلك الفضل من الله، اللهم عز وبارك يا استاذ ابراهيم. فالنهارده الاستاذ الاستاذه ايمان حسن بتقول لي ربنا يا ريت نعرف من الدكتور وهدان ايه اسباب الهرطقه التي يتبناها البعض بانه المهدي المنتظر، والكلام ده مدعم ومؤسس لاهداف غير دينيه، ولكن ازاي نوجه هذه الافكار الحمقى في وقت نعيد فيه بناء مصر؟ وشكرا. جميل. في عندي استناني بس بعد اذنك، يعني انا في رساله تانية جايه عن الشيخ. بص يا استاذ انا مش عايز اخش، بس انا ليه رجاء عندك بس انا بسمع لنا وبعدين اقول رجاءك. طب ممكن تسمعني ربع دقيقه؟ اتفضل. انا اصل انا قريت الرسائل واحنا وانت بتتكلم. انا مش عايز نذكر اسماء يا اخي، ما انا بحكي. انا لو انت استنيت بس هقول لك ده، انا ولا هخش في الكلام، واذا كان في واحد بيجي يتكلم اي كلام فارغ العيب مش عليا، العيب على اللي جابه واللي اداله مساحه ان يقول كلام فارغ على الهواء. تمام. ويبدو ان فكره ان انا اجيب ناس تعمل خلاف وخلافات وكلام ده دور بيتلعب او بيتعمل، خدت بالك؟ فاحنا بعيدا عن ده، وعشان كده انا بعتذر لكل اللي باعت عشان نقول نرد على الشيخ بطاطا والشيخ مش عارف مين. احنا ما بنردش على حد، انما احنا في الاول وفي الاخر كفانا اختلافات في حاجات كتيره لغايه ما بقى باسم الاسلام ناس بتكفر، وباسم الاسلام ناس بتذبح، وباسم الاسلام كفانا بقى، كفايه كده. فاحنا اذا كنا عايزين نوضح ديننا العظيم ده ايه، ما حد نقول ده، انما مش هنرد على اي حد. انا احييك يا استاذ ابراهيم على الجمل العظيمه القليله اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل. فعلا بعض الناس للاسف الشديد الذين يتحدثون في الدين لهم اغراض مجرد الظهور، اطلع اقول اي حاجه حتى ولو كانت يعني اخرج عن كل القيم وكل المبادئ والناس تهاجمني، فانا اتشهر واتعرف والناس تقول عليها كلام. وانا شعاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. احنا ملناش علاقه باسماء ولا اشخاص، ولكن احنا نتحدث عن الافكار التي تطرح، الافكار التي تقال. كل شويه يطلع لنا حد
يعني دول تعلموا العلم يوم السبت، يوم الاحد بيشغلوا الاساتذه، يوم الاثنين بيشتموا اساتذتهم، يوم الثلاثاء يقولون هم رجال ونحن رجال، خد بال حياتك. دول طالعين كل شويه بفتاوى حتى يكونوا في بؤره اهتمام الناس، الناس لفظتهم ولم تعد تسمعهم. فهؤلاء استاذنا بداوا يقولون في دين الله ما ليس فيه، فعلينا الا ننشغل مثل هذه القضايا. واللي طبعا حياتك عارف ان المهدي المنتظر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابيض الوجه مشرب بحمره اذا نظرت اليه فكانما نظرت الى كوكب دري يملا الارض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وفي نصوص كثيره في هذه المساله من علامات الساعه ليس المجال وحده. مش هنخش بقى، انا في واحد النهارده يقول الكلام ده كله، العيب مش عليه، العيب اللي اداله مساحه على مساحه التلفزيون عشان يشير الكلام ده كله. اذا استدرجنا احنا عشان نرد على ده هيبقى سيادتك غلطت وانا غلطت. لا ارد على اسماء ولا برد على حاجه، لكن انا بقول بس حاجه، من يستضيف هؤلاء استاذ ابراهيم يتحمل وزرها ووزر من يعني اعتنق او ايد هذا الفكره ان تقوم الساعه. استاذ كريم مجدي بيقول بيسالك عن ميعاد البرنامج بتاع على قناه الناس. ده برنامج اسمه هتجوز. ايه؟ هتجوز. هتتجوز؟ بيناقش العلاقات الزواج. يعني يوم الجمعة الساعة 4 إن شاء الله. الساعة 4؟ يوم الجمعة إن شاء الله. طيب، وقول ما جزاء من يحفظ أسماء الله؟ يعني إيه الحاجة اللي هياخدها الكويسة؟ اللي يحفظ إيه؟ أسماء الله الحسنى. أنه يحفظ بحفظ هذه الأسماء. يحفظ بحفظ هذه الأسماء. إن أنا عايز أقوله كمان حاجة مهمة جدا يا أستاذ إبراهيم. إن كل اسم من أسماء الله الحسنى له حفظة. عارف يعني له حفظة؟ يعني له ملائكة. فيعني اسم الله البارئ له ملائكة في السماء كذا، اسم الله الوهاب، اسم الله الفتاح، اسم الله اللطيف، كل الأسماء دي عندما تستعين بالله بها ربنا قال كده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعوت الله بها حفظك الله سبحانه وتعالى. واحنا مش عايشين لوحدنا، كل واحد فينا غالي غالي قوي عند ربنا، حياتك غالي جدا عند ربنا. يعني مش بس كبار المسؤولين وعلية القوم معاهم حراسة، لا، ده انت كمسلم كل واحد مسلم واحد مع حراسة أمنية مشددة من الملائكة، مع 11 ملاك. عشان تعرف يا أستاذ إبراهيم انت وكل اللي بيشاهدونا احنا غاليين قوي 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 عند ربنا سبحانه وتعالى. 9 من الملائكة الحفظة لهم، الملائكة اسمهم المعقبات، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ده لما يبقى واحد كويس، واثنين رقيب واثنين رقيب واثنين عتيد. طيب بس الرقيب وعتيد وال ده يا جماعة مسلحة، يا جماعة عسكرية، ما هم دي جماعة. ما أنا بقول لك ماشي، هلا ما يبقى من ادم كويس. هلا ماشي، بص يا استاذ ابراهيم، اي حد بيعمل خير في هذه الدنيا يشهد ان لا اله الا الله ورسول الله معه هذه الحراسه الامنيه. يعني انا بقى بشهد اقول بلساني حاجه وانا من جوايا بعمل حاجه ثانيه، هيجي معايا حد هيدل على الملائكه. الملائكه تسجل النيات يعلمها الله يا استاذنا. يا اخي انا بتكلم مش على مهنا النهارده، لما يبقى قدامك واحد النهارده بشوفه بيصلي وبعدين بشوفه هو بيسرق مثلا يعني، نعم. أو بيعمل ده يبقى ده ملائكه، ده صلاته له 30 دقيقه صلاته لا قيمه لها على الاطلاق. لا ملناش دعوه، نعم. بس ما فيش حد وحسابه على الله. نعم. الله. استاذه ميرفت ايوب بتقول لي قبل ما تسلم على الدكتور ودان تقول لي رد لنا على ما اعرفش مين. انا طبعا سمعت يا استاذه ميرفت، انا لسه يعني احنا مش هنخش في الحدوته، مش لحاجه، لان ده جزء من المهاترات التي يريدون بها نعمل احنا عملنا كده. هي بتقول في الاول اظهر اولى بالكشف الطبي على عقول مرديده، موضوع تاني خالص، عايزين نعدي المساله دي. الاستاذ مجدي بيقول لي ما هو مصير رؤساء بعض المؤسسات التي تساعد موظفيها على ترك العمل لممارسه اعمال حره اثناء مواعيد العمل؟ محمد عبد الرحمن، هل استخدام مكبر الصوت في غير الاذان؟ قول الاول الموضوع الاولاني ده. اتفضل صوري. انا وموضوع يعني انا النهارده رئيس عمل وبقول عندي ناس بيشتغلوا فده عنده شغل خاص بسيبه، ده بيروح هنا وهنا، هيبر لي مش امين طبعا. يعني هو هيلاقي شيخ في الدنيا يقول له اللي بيعمله المدير ده صح، انه يجي الصبح الموظف ده يروح هنا والموظف ده ياخد تاكسي يروح يشتغل عليه. يعني اي واحد بيشتغل ده وياخد مرتب فمرتبه سحت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل جسد نبت من سحت اي من حرام فالنار اولى به. انا اخد التاكسي بتاعي واروح امضي وتاني واخد التاكسي ورايح اشتغل، يبقى انا راجل اثم شرعا، يبقى الفلوس اللي باخدها دي حرام. يا استاذ ابراهيم لازم ابذل كل جهدي في العمل. الرسول قال لنا كلام جميل قوي في المساله دي، حديث رائع، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ماشي، ان الله يحب منكم انكم توصلوا شغلكم وتنكم طناشين ومزوغين. ما ينفعش، ينبغي ان احنا وقفه مع كل هؤلاء، دول ياكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا. استاذ محمد عبد الرحمن بيقول لي استخدام مكبر الصوت في غير الاذان والاقامه وخطبه الجمعه جائز؟
شوف طبعا استخدام مكبر الصوت ينبغي ان يكون لاقامه الشعائر فقط، بمعنى الاذان او خطبه الجمعه او صلاه الجمعه عشان الناس تسمع وتعرف ان هناك جمعه. لكن استخدام بقى الميكروفون والناس نايمه وتعبانه وشغل تواشيح وشغل ابتهالات وشغل الحاجات دي كلها، هذا لا يجوز على الاطلاق. ليه يا استاذنا؟ لان في واحد ربما كان هناك واحد مريض تعبان مش قادر يقوم، ربما كان هناك واحد عنده ظروف خاصه ما يقدرش يسمع، فينبغي ان تكون السماع على قدر من هم موجودون في داخل المسجد. اما الاذان فينبغي ان يكون للدنيا كلها، لان الاذان طبعا يعني دعوه الناس الى الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى. الاستاذ هادي محمد بيقول لحضرتك، هل الاداره القديم حلال ولا حرام؟ وانا عايز اشرح يقصد ايه. يعني انا واحد وظروفي كويسه والحمد لله، وعندي بيت، والبيت ده بإداره 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه، رغم انه 4 اوض وفي حته مكان كويس والكلام ده كله، ورغم ان اللي زيه ب 2000 و3000 جنيه الايجار بتاعه في الشهر. هو القانون الجديد مثلا، في القانون الجديد. هو بيقول هل يقبل حد، هو ظروفه، هو اللي يقصد يقوله انا ظروفي تسمح لي النهارده، هل اقبل على نفسي ان انا استمتع بده عشان قانون دائر معمول من سنين طويله ولم يتعدل، يشوف ده هل انا ده حلال ولا حرام؟ شو ابراهيم، قولا واحدا مهم جدا، انا ادعو الدوله كلها ان تعيد النظر، وكلنا ومجلس الشعب مجلس النواب ان يعيد النظر في قانون الايجارات القديم. هذا قانون جائر وظالم، ينبغي يكون هناك عدل خصوصا مع ارتفاع الاسعار ومع الظروف الصعبه للناس. يعني مش ممكن ابدا يا جماعه. ده في لا انا هقول لحضرتك حاجه هتزعلك، يعني في ناس هو قافل بيته وهو قاعد في امريكا بقاله 30 سنه او قاعد في كندا بقاله 20 سنه او بيدفع الايجار بتاعه. فطب يا عم انت بتعمل ايه؟ ما تسيبه يعني؟ ده ما فيش منطق في ده يعني، انت فاهمني؟ ما فيش منطق، انت ده عايش ليه؟ فهل معقول ده في نفس الوقت اللي ممكن يبقى صاحب الشقه ده عنده ابنه بقى ولا حفيده ولا انما اتاخده من سنين مش لاقي له مكان ومش عارف يجيب له مكان، هل يرضي حد كلام؟ انا بقول لحياتك يا استاذنا ينبغي اعاده النظر في قانون الايجارات القديم، لانه قانون ظالم، بحيث يعني نعد قانون يعني يكون عادل في العلاقه بين المالك والمستاجر على الوجه الذي يرضي، بحيث يكون هناك لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر للمالك ولا ضرر للمستاجر. الاستاذ مصطفى خالد بعت لحضرتك، هو دايما الاستاذ مصطفى بيبعت بالثلاث اسئله، بيقول شروط العقيقه ايه في الاسلام؟ وكيف كيفيه تقسيم لحم العقيقه؟ طيب ناخدها، والوقت المفضل لادائها. طيب حدث الثلاث حاجات، شوف يا سبريم، العقيقه هي اسم لما يذبحه من النعم في اليوم السابع لولاده المولود. المولود ولد يبقى اليوم السابع نعمل. يعق عن الولد الذكري بشاتين، ده السنه، وعن الانثى بشاة واحده. طب انا ما عنديش الا شاة واحده، خلاص اجيبها، وبعد شويه بجيب الايه؟ الثانيه. يعني ايه دي؟ أنا يعني اللي ما عملهاش. النص واضح، قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. كل واحد شايفنا دلوقتي يسأل والده ووالدته واسرته، عملتوا لي عقيقه ولا لا؟ عملوا له خلاص الحمد لله، ما عملوش هو يعمل لنفسه، مش حركة، هو يعمل لنفسه؟ ممكن يذبح نفسه الانسان، مش مشكله في هذه المساله. طيب ان الرسول نص واضح يا صبري، مكمل بس بعد اذن حضرتك، كل غلام مرتهن يوم 7. طب الست عيانة وعاملة قيصرية ولسه تعبانة، يبقى يوم 14. طب الست لسه عيانة، بكلمك على السنة، يبقى يوم 21، وبعد كده في أي أيام السنة. العقيقة بتوزع إزاي؟ المفروض الأصل فيها أنها تذبح وتطبخ، واللي يجي يبارك المولود ياكل، أغديه وأعشيه. ده المفروض لو كان معمولة ساعتها. ده معمولة ساعتها. لكن كان زمان ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه وسائل عصريه دلوقتي، لكن دلوقتي ممكن تحط الحاجه في الثلاجه وتبعتها للفقراء والمحتاجين، وبدل ما تطبخها انت وتفرض عليه نوع معين، يديله هو يطبخ زي ما عايز، اما هو ومراته واولاده يعزم حد يطبخها يسلقها يحمرها، يبقى هو يعمل اللي هو عايزه، فاترك له الفرصه في هذه الايه؟ المساله. بس هي بتوزع كلها. طبعا بتوزع كلها، نعم، توزع على الفقراء وعلى المحتاجين، واللي يجي يبارك بالمولود ياكل. يا عم ما فيش مولود بقى ايه ده؟ مثلا انا بقول لحضرتك لو انا عندي ابن هعمل له عقيقه. خلاص انا ناسي، معرفش عملت له شهتين. شهتين على الولد الذكر. ما هو وعلى البنت الانثى شاه واحده. يعني البنت واحده شاه. ده انا عايز اروح السوق بقى اشتري. طيب طب انا عجزت ما عنديش. قال لك استقرت في ذمته الى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم العبد. وقال لك الولد الصغير اللي ما تعملوش عقيقه بقى بتلاقيه متعفرط كده، تلاقيه متصب العين دايما، تلاقيه على طول الواد كده وشه يعني
تعبان مريض مش قادر. طيب. ليه؟ فاحنا نستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى. طيب. بالذبح لله سبحانه وتعالى. الوقت المفضل لأدائها هل في وقت الصبح الظهر بالليل ولا في أي وقت؟ في أي وقت مش مشكلة. طيب. وبرضو الأستاذ مصطفى بيقول إذا كان البشر قد خلقوا من طين فمن أي شيء خلقت الحيوانات؟ خلقت إيه؟ يعني بيقول إذا كان البشر اتخلقوا من طين الحيوانات اتخلقت من إيه؟ شوف الله سبحانه وتعالى حتم هذه المسألة عندما قال في القرآن العظيم والله خلق كل دابة من ماء. من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. يعني هتقولي مثلا خلق زي خلق النخل، عارف النخل حياتك؟ يقول لك في أمثال، يقول لك إيه؟ النخلة دي عمتك أخت أبوك، النخلة عمتك. جابوا الكلام ده منين؟ قعدت أدور في الكتب، لقيت الإبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، ده كتاب جميل قوي بقراه يا أستاذ إبراهيم هيعجبك يعني. بيقول فيه إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه منين؟ طين. من طين. فقال لك فباقي شوية منه، اتفضل شوية تراب منه، فخلق الله من هذا التراب النخلة. ولذلك النخلة تشبه خلق الإنسان تماما، فيها حاجات زي الإنسان. الإنسان طويل كده واقف مستوي، والنخلة طويلة ومستوية. الإنسان لو رقبته قطعت يموت، والنخلة لو قطعت رقبتها تموت من فوق. الإنسان لو قطع دراعه ما يطلعلوش ذراع تاني، قطعت ودنه ما يطلعلوش ودن تاني، والنخلة برضه لما تقطع منها جريدة ما تطلعش إيه؟ ما تطلعلهاش مكان واحدة مكان، لكن تطلع واحدة في إيه؟ في مكان آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير، والله أعلم. والأستاذ بعد بقى سؤال تاني برضو مصطفى بيقول لك الاحتفال بالأعياد مش عارف الميلادية أو حاجة ده حرام، أعياد الميلاد. أعياد الاحتفال بأعياد الميلاد، خدت بالك حضرتك؟ يعني عندك ابنك بتعمل له عيد. يا أستاذ إبراهيم القرآن حسم هذه المسألة عندما قال الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله. وذكرهم ربنا سيدنا موسى كده، ذكرهم بأيام الله. إيه أيام الله دي؟ في اليوم ده خرجت نسمة توحد الله سبحانه وتعالى، هي فلان وفلان. ما الذي يمنع أن نحتفي وأن نحتفل؟ الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام هو أول من احتفى واحتفل بيوم مولده. يا أستاذ إبراهيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من احتفى واحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ صلى الله عليه وسلم مش كان بيصوم يوم الاثنين والخميس ولا لا؟ ثبت في الحديث أنه كان يصوم يومي الاثنين والخميس، ولما سئل عن صيام الاثنين قال إيه؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى هو احتفل ولا ما احتفلش؟ احتفل، بس بشرط أن يكون الاحتفال من جنس ما فرض الله عليك. اعزم أهلك وقريبك وهالتورتة وكل وتبص، مفيش مشكلة. لكن ما تعملش حاجة تغضب ربنا، لكن ما تحتفلش بالخمرة، لكن ما تحتفلش بحاجة انك في مرقص ليلي او مالها ليلي، ما ينفعش. لكن احتفي واحتفل واطعم الفقراء والمحتاجين، واقعد اقرا قرآن واذكر ربنا وهات قرايبك وافرح واتبسط، مفيش مشكلة، بس بشرط ان يكون هذا الاحتفال من جنس ما فرض الله عليه. ما ينفعش الولاد الستات والرجال يختلطوا ببعض، والستات لابسين ملابس لا تستر شيء من اجسادهم، ونعمل حفلة ورقص وما إلى ذلك يقول لك هذا احتفال، هذا لا يجوز على الإطلاق. الاحتفال يجب أن يكون من جنس ما فرض الله علينا، وطبعا ربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله. كنت عايز لا عايز أرجع تاني لموضوع، بس في حد هنا كان بعت رسالة عشان هو مكسور وعايزك تدعي له يعني بالشفاء. هو اللهم اشفي كل مريض يا رب، استنى بس، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجبر كسرنا، ويسر لنا كل امر عسير يا رب، وافتح لنا فتوح العارفين على فكره، وادفع عن مصر السوء يا رب. هو كان في رساله هنا بره الموضوع ده، بس انا عايز اقراها ونناقشها مع بعض. اتفضل يا استاذنا. هي كان قال لي امبارح او اول امبارح من الأستاذ جميل سامي، بيقول لي أسأل التحية واحترام وتقدير لحضراتكم برنامجك الهاتف الصادق، وأود أن تقرأ رسالتي هذا تعليقا على وفاة المرحوم مجدي مكين، حيث أنه تولد حقائق في هذا الأمر لا يمكن إنكارها ولا تلولها، نذكر منها فقط ما يلي. هو بيقول الحقائق، يعني هو بيقول في حقائق، بيقول إن مجدي مكين تم القبض عليه من قبل أفراد الشرطة أيا ما كان السبب. اثنين، أن مجدي مكين توفي لرحمة الله تعالى داخل قسم الشرطة.
ان مجد مكين جسده كله مليء باثار دماء وتهتكات وتقرحات. اربعه بقول ان كل ما ذكر واقع لم تنكره الشرطه ولم يستطع ولن يستطيع اي شخص ان ينفيه. أنا لا يوجد أي تعليق من قبل المسؤول على هذه الواقعة بالنفي أو الاعتراف والاعتذار من شيء من الأقوياء، وأن خطأ شخص لا يمكن أن يسيء إلى مؤسسة وإلى دولة. إذا شعر المواطن بالمصداقية في التعليق والسرعة في الإجراءات الوصول للحقيقة، أما التستر على مثل هذه الأفعال هو الذي يؤدي لكل المخاطر التي ذكرتها حضرتك في حلقة اليوم. بقي لي أن أكرر تحياتي. عايز أقول بس أنا الأستاذ جميل في النقطة دي، عايز أقول للأستاذ جميل في النقطة الأولانية بس، عايزين نتكلم. انت قلت اربع حاجات او خمس حاجات بتقول لي ايه، حيث انه توجد حقائق. كلمه حقيقه ديت من الذي يقرر ان الكلام، هل الحقائق نسبه الى ما نشر مثلا في وسائل الاعلام، هل هو ده الحقيقه ولا السوشيال ولا ولا في السوشيال ميديا، ولا الحقائق التي تتكلم عنها من الحاجات كلها اللي جت في السوشيال ميديا واللي جت واتشيرت مش عارف ايه، ولا ما قيل وقال والكلام ده كله. الحقائق هي ما يعني اذا كنا عايزين نتكلم في ده، هو ما يصدر عن جهات رسميه. انا لا استطيع ان اؤيد هذا الكلام ولا استطيع ان ارفض هذا الكلام طالما ان ما فيش تحقيق رسمي، وانا برضو مندهش ان ازاي التحقيق لغايه دلوقتي ما ظهرش اي حاجه، ومندهش ان ازاي الطبيب الشرعي كان يقدر يحل لنا اللغز ده كله، فين تقريره؟ فاحنا مستنيين لا نسبق الاحداث ومستنيين تقرير يبقى بحاجات رسميه. بس اللي انا عايز اقوله استاذ جميل، يا ريت حضرتك وانا وانت وهو وهي قبل ما نيجي نناقش موضوع، ان حضرتك ما تتكلم تقول هناك حقائق لا تقبل اي شك. طيب استاذ جميل اسمح لي، الحقائق ديت انت بنيت عليه، المعلومات اللي عند حضرتك دي هل دي معلومات ولا استنتاجات ولا اقوال؟ احنا بس عايزين نفرق بالحاجات الصغيره دي ليه؟ لانه هو احنا مطلوب مننا ان احنا نخش في الدوامه دي، نبقى كلنا في الدوامه دي، واخد بالك يا دكتور؟ نعم. دوامه ان احنا ايه عمالين مختلفين ومش عارف ايه، طب ما نستنى شويه الى ان يصدر التحقيق، في تحقيق وتطلع فيه جهات. هذا الموضوع انا قلت المره اللي فاتت وبقول المره دي، هذا الموضوع اذا ثبت حقيقه الكلام اللي حضرتك قلته ان طلع ان دي الحقيقه تبقى كارثه، واذا ثبت ان مش دي الحقيقه تبقى كارثه. هتقول ازاي؟ اقول لك كارثه الاولانيه ان ممكن يبقى في انسان يعني بيطلق عليه اسم انسان، يعني عنده انسانيه، عنده واحد في الاخر عنده مشاعر وعنده بني ادم مصري، ممكن ان يعمل جريمه زي دي. اذا ثبت ده فورا لازم يتحاكم، طالما ثبت ده يتحاكم. وانا في المحاكمه هيبقى في سؤال، بس نفسي المحاكمه توضح ازاي البني ادم ده عمل ده وازاي بيعمل ده، لان ده النقطه المهمه الاهم انا في رايي. انا ولا حصل حاجه، عايز اعرف ده هل هو مريض، مش يعني انا مش بلتمس عذر على فكره، هل ممكن تبقى في ناس في كامل قواها العقليه وممكن تعمل ده؟ هل ايه؟ احنا لازم نعرف ايه الحكايه ده. لو ثبت الحقيقه تبقى كارثه ان في بني ادم ده، لو ثبت ان الحقيقه ان الضابط ده لو معاون المباحث ده عمل ده، هذا الرجل بيكون خان كل شهداء الشرطه، الناس اللي استشهدت في الشرطه وضحت بارواحها، ده ضحت بارواحها عشان الوطن ده تلتئم لروحه، وعشان الوطن ده يتعافى ويهم بقى ونقف بقى. انما لما يجي يعمل حاجه زي دي، ده معناه انه عايز الجرح يظل ينزف ويبقى الجرح غائرا. وفي نفس الوقت اذا ثبت كل الحقائق اللي بتقول يا استاذ جميل ان الكلام ده ما كانش كده، واللي بيثبت ده كله تحيات، اذا ثبت ما كانش، تبقى في كارثه تانية بقى. واللي انا عايز اوضحها لحضرتك كارثه ان احنا كلنا شوف تدخلنا في الموضوع ونشرنا وتبادلنا، شوف حجم الكراهيه اللي عملناها ما بيننا وبين بعضنا، وشوف حجم الشائعات اللي تمت في موضوع لا نعلم الحقيقه اللي فيه. فانا بس اسمع حضرتك استاذ جميل ان احنا ننتظر الى ان يصدر في تحقيق، والحقيقه عمرها ربنا سبحانه وتعالى الحقيقه ما بتضيعش، هتظهر ونستنى وهنعرف. وفي الاول وفي الاخر لازم هنعرف، ما في، لان ما فيش مسؤول يستطيع ان يطرمخ على حاجه، هيروح من ربنا فين؟ ما هي الخمس سنين اللي فاتوا ورتنا اللي كان في القصر بقى في السجن واللي في السجن بقى في القصر، هتروح من ربنا فين؟ ده في عظات كتيره جدا، مين اللي يستطيع ان هو يبيع ضميره ويزور في حاجات ويقول حاجات؟ مين يقدر يعمل ده دلوقتي امام الله؟ هتروح من ربنا فين؟ هتقدر تعمل؟ طب ماشي يا عم، ما انا ما شفتش وانت ما شفتش، انما ربنا شايف. انا شايف ان احنا كلنا جميعا قبل ان نتناقل اي شيء او نقول اي حاجه والكلام ده كله لازم نتاكد من الحقيقه.
هنا الدين بيقول في كده بقى من الناس اللي يتنقلوا اي حاجه من غير ما نستوثق من الحديث. شوف يا استاذ ابراهيم، اولا اريد ان اقول واحد، ليس كل ما يقال صدقا ولا كل ما يذم باطلا، يجب ان يكون عقلنا كالمنخل يغربل الكلام ليعرف منه الزائف والصحيح. مش كل حاجه بتتقال لا نصدقها. الدين يقول لابد من تحري الحقيقه قبل ما اتكلم، وقبل ما اتكلم لازم اتاكد تاكدا جازما ان ده حصل فعلا، ولن نتاكد الا اذا طلع تقرير طب شرعي من طبيب متخصص هو الذي يقول حدث الموت بسبب 1، 2، 3، 4. نعم. ساعتها اذا ما حضرتك تفضلت وقلت اذا كان فعلا الضابط والذي فعل هذا ينبغي ان يعاقب، اذا لم يكن قد فعل هذا وده ميتة ربنا سبحانه وتعالى يبقى الامر يحال الى جهات التحقيق المختصه. لكن ترويج الاكاذيب والشائعات والاباطيل دون انتظار الحقيقه دي، يعني الرسول قال لنا نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما حفظها فرب مبلغ اوعى من سامع. الله صدق الله. الحبيب عليه الصلاه والسلام. دكتور وهدان شكرا، بشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. جزيلا بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.